لعلمك ارتفعت نسبة الانتحار بين البنات 50%. احنا السبب؟ احنا السبب. نجد اكثر الداخلين في الاسلام من الأمة الغربية نساء. بالضبط. ايش هذا المفارقة؟ يا سلام. تدري المكان اللي نصور فيه هذا؟ أيوة. ايش في ذكرى؟ في ذكرى والدي رحمة الله عليه، ما انسى. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. باسمها الله عز وجل جعلها في آية تتلى إلى يوم القيامة. أحيانا بناتنا يجهلون مكانتهم في الإسلام. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قريبا في رمضان تشاهدونه على قناة الفلوجة.